إذا مشاهدينا، مع قرب العودة للمدارس تقيم وزارة التربية بالتعاون مع كل من وزارات الصحة والداخلية والإعلام مهرجانا ضخما في مجمع الأفنيوز، والذي افتتح أمس ويستمر حتى اليوم. هذا وقالت منسقة مهرجان العودة إلى المدارس في ركن وزارة التربية منى الأنصاري، قالت إن الهدف من الفعالية طمأنة الطلبة وأولياء الأمور بعودة حميدة وتحقيق تعليم آمن بعد انقطاع وإغلاق دام العام 18 شهرا. فهد، أهلا ومرحبا بك، واخبرنا أكثر حول هذه الفعالية وكيفية رصد هذا التفاعل والمشاركة من الناس ومن الجمهور والطلبة والأطفال وكل هذه الأمور. تفضل فهد. مساء الخير زميلتي سهى، مساء الخير زميلي محمد. تدشن وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وزارة الصحة ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية، الانطلاق للعام الدراسي الجديد بعد أكثر من عام ونصف على توقف الدراسة الفعلية في المدارس بسبب جائحة كوفيد-19. وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المعنية فعلا استطاعت أن تكمل كافة الجاهزية والكبيرة في كافة مدارس البلاد في سبيل تأكيد العودة الآمنة للدراسة في كافة المناطق التعليمية. وزارة التربية تنظم معرض العودة الآمنة في مجمع الأفينيو في سبيل توعية الجمهور الكريم من أولياء الأمور والطلبة بآلية العودة للدراسة، لتسليط الضوء بشكل أكبر على معرض العودة الآمنة الذي تنظمه وزارة التربية بالتعاون مع الجهات المعنية. يسعدنا أن نلتقي بالموجه العام للعلوم في وزارة التربية ومنسق معرض العودة الآمنة الأستاذة منى الأنصاري. أستاذة منى، جهود كبرى تبذل من قبل كافة الجهات المعنية بقيادة وزارة التربية في سبيل تأكيد العودة الآمنة لمقاعد الدراسة. ماذا عن معرض العودة الآمنة في جانب، واستعدادات التربية لانطلاق العام الدراسي الجديد بعد غد الأحد؟ مسي عليكم بالخير، ونقول لكم أنا بالبداية بارك أول شيء لدولة الكويت ولوزارة التربية تحديدا ولأولياء الأمور ولأبنائي هذه العودة الآمنة يومي الأحد والأثنين بإذن الواحد الأحد. في الحقيقة أمس لما بدأنا هذا المعرض كانت هناك ردود أفعال وأصداء جدا جدا رائعة. رصدنا كان هناك حوارات مع معظم الطلبة والزوار من أولياء أمور، وكان هناك فرحة كبيرة في تلك العودة، والجميع وخاصة الأطفال يتمنون العودة قبل أي شيء ثاني، فرحتهم كانت واضحة. تم في المعرض وما زال هناك توزيع الأدلة الإرشادية والتي تحتوي على الدليل الإرشادي للعودة الآمنة، ووضعنا هناك باركودات لخطط الخطة العامة للعام الدراسي والسياسة التشغيلية لتلك العودة الآمنة والدليل الإرشادي وكذلك الشركات المجتمعية، وحرصنا على توزيعها ولا يقل عن 1000 نسخة بالأمس، واليوم 1000 نسخة تم توزيعها، وذلك للتأكيد على أن هذه الخطط لدى ولي الأمر مثل ما لدى المعلم. نحن حريصون في البداية على سلامة أبنائنا، لذلك نريد أن نطمئنهم بأن هناك منصة استشير في موقع وزارة التربية ويمكنكم الرجوع لها في أي لحظة. هناك أيضا باحثات نفسيات قامت بتغطية الكثير من التساؤلات، واستطعنا ولله الحمد جذب الكثير من أولياء الأمور والردود على استفساراتهم، والأهم من ذلك هو طمأنتهم على تلك العودة. منى، يعني ما هي يعني كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لسلامة الطلبة في جانب والحرص على التحصيل العلمي في الجانب الآخر؟ طبعا الإجراءات تنقسم إلى تنظيمية وتعليمية. التنظيمية وهي داخل إدارات المدارس ومن حيث توزيع الدليل الإرشادي واتخاذ الإجراءات الصحية كافة. أما من حيث الجانب التعليمي، حرصنا على توزيع المناهج وفق ما يتناسب مع الساعة الدراسية
الدراسية، ونطمئن أبنائنا على أن هذه 60 دقيقة هي ليست جميعها جانب تعليمي، إنما هناك جانب للتهيئة النفسية وتأكيد على مفهوم التعافي من كورونا، وكذلك المحاورة مع أبنائنا المتعلمين مع المعلم داخل الحصة 60 دقيقة. هناك أيضا وقفة دراسية داخل 60 دقيقة يستطيع المتعلم فيها أن يمارس أي نشاط خارج المنهج التعليمي، فاطمئنوا حول ذلك تلك الإجراءات بإذن الواحد الأحد. ما هي يعني الكلمة التي توجه إلى الطلبة وأولياء يعني الأمور بشأن طمأنتهم بسلامة العودة إلى مقاعد الدراسة من جديد؟ نطمئنكم بأن المدارس على أهبة الاستعداد ولله الحمد، أبنائكم سيكونون بين يدي إدارات مدارس ومعلمين هم آباء وإخوة لهم، فاطمئنوا لأنهم الحين عندهم كل الاستعدادات لذلك، اللي هم معلمين المتميزين في دولة الكويت، لقد تلقوا التدريبات جميعا، تلقوا الدليل الإرشادي، تلقوا كل ما، فاطمئنوا. أرجوكم، أريد كما أريد أن أؤكد على أن ولي الأمر يكون هو الداعم الأساسي لابنه لهذه العودة وطمأنته، ولا يتحاور معه في أي أمور سلبية حول تلك العودة. الله يعطيكم الصحة والعافية. كل الشكر والتقدير للأستاذة منى الأنصاري، الموجه العام للعلوم في وزارة التربية ومنسق معرض العودة الآمنة للدراسة، ونحن بدورنا إن شاء الله نتطلع إلى عام دراسي مليء بالنجاح والتوفيق لكافة طلبتنا في دولة الكويت. زميلتي سهى، هذا كل ما لدينا من معرض العودة الآمنة للدراسة في مجمع الأفينيو. نعود إليكم واستوديو الأخبار. نعم، مراسل تلفزيون دولة الكويت من الأفينيوز فهد التركي، كل الشكر لك، وكذلك الشكر موصول لضيفتك الكريمة، شكرا لك.